إلى حانة هربا منهم أثناء إحدى جولاته الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر إبريل نيسان المقبل. وألقى عدد من المحتجين البيض على الحانة التي لجأ إليها ساركوزي في مدينة بايون في ريف الباسك بفرنسا رغم وجود قوات مكافحة الشغب. ووصف الرئيس الفرنسي تصرفات المتظاهرين من الباسك ومن مؤيدي منافسه المرشح الاشتراكي فرانسوا أولوند بأنها همجية. نهاية هذا الجزء الأول.